ليله الاحساس، صح، ليله كلها على بعضها في منطقه الاحساس. الحمد لله. عشان كده سالنا جمهور الاهلي وبعض الاعضاء عن احساسهم ايه بعد هذا الحفل اللي الحقيقه اعتقد كل الناس هتقف كتير عنده، اعضاء النادي الاهلي وجماهيره ازاي شافوا احتفالات الاهلي بالعشاء. نشوف. هي احتفالية جميلة جدا جدا، وهو نادي الاهلي اصلا نادي اكتر من رائع، لانه هو فخر لينا في كل احواله، وهي الاحتفالية كانت لطيفة وكانت جميلة جدا جدا. المعاني اللي هي تم ارسالها في الوفاء لابناء النادي، وبرده كانت ناحية معنوية جامدة قوي قوي، ان احنا بنعتز بكل حاجة وما بنسيبش ابنائنا، فكل دي حاجات النادي الاهلي ارساها في حفله. كانت حلوه جدا وعجبتني، وحسيت انها بجد بتليق باسم النادي الاهلي، وبجد كان احتفاليه تحفه وكلنا شفناها وحبيناها قوي. بصراحه يعني الحفله كانت ممتازه وتليق يعني طبعا باسم النادي الاهلي، وبصراحه برضو احلى حاجه فيها ان يعني ان كرموا الكبار، يعني دي لفته كانت ممتازه. بصراحة هي حفلة مشرفة جدا للنادي الأهلي، وتملي النادي الأهلي بيبقى سباق بحاجات زي كده كتير، تمام كده، وبالأخص إن هو كرم الناس القدامى بتوع النادي الأهلي وكرم اللعيبة وكرم، يعني احتفالية كانت فعلا تليق بالنادي الأهلي باسم النادي الأهلي. ما شاء الله كان احتفال رائع جدا طبعا يعني، وبعدين كان في حاجات حلوه قوي يعني، وبعدين طبعا بحب اشكر اداره النادي الاهلي على التنظيم، والبصراحه كان حاجه ما شاء الله مشرفه يعني. بصراحه كانت رائعه، اكثر من رائعه، كمان كان بيتخللها ناس من القدام، النجوم القدام دول برضو كان وجودهم عامل جو حلو قوي، وكانت متنظمه كويس قوي قوي الحقيقه يعني. طبعا حاجه مشرفه جدا، وحاجه يعني اللي هو بتخليك فعلا تفتخر ان انت بتنتمي للنادي ده، خصوصا كمان ان انت مش يعني مش خلاص، انت مش جيل بيتنسي وراه جيل اللي بعده. يعني اكبر مثال على ده والده اللاعب عبد الوهاب، يعني ان هو اتكرمت ده كان حاجه طبعا بتخليك تحس قد ايه ان احنا عيله واحده، ده بجد مش كلامه خلاص. كانت حلوه بصراحه جدا، والصور كانت حلوه جدا، والفاير ووركس بصراحه كانت حلوه، والسوشيال ميديا اصلا كان كلها بتتكلم على الاحتفاليه وكده، فكانت حاجه حلوه جدا يعني. الفاير ووركس كانت وهميه بصراحه. كانت حفله رائعه جدا، وانا سعيد جدا بالحفله دي، وانا فخور ان انا انتمي لهذا النادي يعني. وبعدين الخطيب كان ليه دور كبير جدا، الكلمه اللي القاها كان لها تاثير جامد. عيلتي كلها اهلاويين يعتبروا، من انا يعني انا اهلاوي من قبل ما اتولد طبعا، فاحنا فخورين جدا بالاحتفاليه كلها.